الولاء الوطني مبدأ شريف لا ينسجم بأي حال من الأحوال مع التبعية أيا كان شكلها أو نوعها. ففي ظل الولاء الوطني يتمكن الشعب من التفاعل والتلاحم الطبيعيين، انطلاقا من تمسكه بأهداف الثورة اليمنية ومن شعوره بالانتماء إلى وحدة اجتماعية متماسكة متميزة بالعقيدة الإسلامية تتحقق فيها الممارسات الديمقراطية البناءة والحياة الحرة الكريمة. الميثاق الوطني.